كثير كانوا يعانوا مع حرف السين متى ينطقوا ك ومتى ينطقوا س، لكن بعد ما شافوا هذه الطريقة انحلت كل مشاكلهم. حرف السي نطقه الحقيقي هو ك، لكن أحيانا ننطقه س. متى؟ لما يجي بعد حرف الإي أو الآي أو الواي، هذا بكل اختصار. مثلا هنا حرف السي جاء بعد إي، حرف السي جاء بعد إي، حرف السي جاء بعد آي، حرف السي جاء بعد واي، حرف السي جاء بعد آي، حرف السي جاء بعد واي. رايس، مايس، سيتي، فانسي، أسد، ميرسي. أما هنا في هذا المثال نشوف حرف السي ما جاء بعد شيء، هنا حرف السي جاء بعد أو، هنا حرف السي ما جاء بعد شيء، هنا حرف السي جاء بعد أي، المهم ما جاء بعد لا إي ولا آي ولا واي. ميوزك ك، كولد ك، ديسك ك، كار ك، س س س س س ك ك ك ك ك. لا تنسى دعم الحساب بالاشتراك والمتابعة والنشر.